وتقول أم كلثوم ودارت الأيام، صحيح؟ ودارت الأيام، وها نحن نلتقي من جديد هنا في مكتبة محمد بن راشد، ولكن يعني في أجواء أكثر شتوية وأكثر برودة. يا هلا ويا مرحبا بكم أعزائي الحضور، نشكر تواجدكم معنا اليوم. يعني نلتقي اليوم في حب كوكب الشرق التي لا يغيب نورها مهما تبدلت الأزمنة والأمكنة. إذا كان تشارلز ديغول قد قال يوما: لقد لمست أحاسيس قلبي وقلوب الفرنسيين جميعا. فماذا نقول نحن العرب؟ شو رأيكم؟ الذين نتشارك معها الدم العربي واللغة واللهجة والمصير المشترك والهم الوحدوي أيضا في هذه الأيام بالنسبة لأم كلثوم، والهم الذي كان يشغل الحكام العرب. هي الظاهرة المعجزة التي لن تتكرر ولن يستطيع أحد ملء الفراغ الذي تركته. كما يقول عبد الحليم حافظ: هي التي أثبتت في نظر العقاد وأنظارنا جميعا أن الغناء هو فن عقول وقلوب وليس فن حناجر وأفواه فحسب. تسللت أم كلثوم داخل البيوت وقبلها القلوب لتشاركها الهموم وتطبطب عليها وتطبطب أيضا على إنهاكات الأيام. استوطنت الإذاعات في فترة الظهيرة، خاصة هنا عندنا في دولة الإمارات الأمهات كانوا يتجمعون فترة الظهيرة والجميع يلتف حول الإذاعات، وفي كل البلاد العربية كان المشهد يعني مشابها. اليوم نجتمع لنقلب معا كتابا متفردا حقيقة، هو سجل توثيقي وثق لي ذكرى أم كلثوم في أبوظبي، ونتناقش مع السيد عبد الغفار حسين وأيضا السيد ناصر عراق في كتاب أم كلثوم في أبوظبي لمعالي محمد المر، والذي صدر عن الأرشيف الوطني، وكان هذا الصدور في عام زايد احتفاء بعام زايد ورحلة الست من القاهرة إلى أبوظبي لإحياء حفلتين غنائيتين بمناسبة عيد الجلوس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأيضا احتفالا بتحضيرات قيام الاتحاد. الكتاب له الكثير من الصور وفيه الكثير مما يقال، ولكن لحسن حظنا نحن معنا اليوم السيد عبد الغفار حسين اللي هو كان شاهد عيان في هذه الحفلة وحضر الحفلة. بنبيل يا هلا ويا مرحبا بك. الصوت واضح يا جماعة عند أبو نبيل؟ نفتح المايك أفضل؟ يعني أنا تعود بي الذكريات إلى السنة اللي زارت فيها السيدة أم كلثوم أبو ظبي بدعوة من المرحوم الشيخ زايد في بداية تكوين الاتحاد في عام أوعد. لو تجدم المايك بنبيل ما عليك أمر. كنا رفاق، عدد من الرفاق حضرنا هذه الحفلة في أبوظبي. الحفلة أقيمت لليلتين في أبوظبي، نحن حضرنا الليلة الأولى وشاهدنا مدى ترحيب الناس بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، أو الست كما يسميها المصريون. يروى تاريخيا أنه مثلما لم يأتي شاعر يقارع أو يماثل المتنبي في شعره إلا بعد 1100 سنة وهو أمير الشعراء شوقي، مثلما يذكر هذا أيضا يذكر عن أم كلثوم أنها هي الوحيدة اللي جاءت بعد 1200 سنة لوفاة سلامة القس، وسلامة القس هذه كانت مغنية في العهد الأموي، وعشقها واحد من شيوخ الدين الكبار وهو الشيخ عبد الرحمن القس. يعني سمي القس لأنه من كثر عبادته ومن كثر زهده. لكن لما استمع إلى سلامة
وصوتها الجميل في هذاك الوقت، عشق صوتها، وبعدين أدى هذا الأمر إلى زواجها مني، إلى زواجها من القس، حتى أن الناس لوموه وقالوا له أنت بزهدك بمكانتك الدينية والعلمية كيف أنت تعشق معاه مغني؟ فذكر بعض الأبيات حقيقة عملها، أن يقول قالوا أحب القس سلامة وهو التقي الورع الطاهر، يا قوم إني بشر مثلكم، يا قوم إني بشر مثلكم وفاطري ربكم الفاطر. يقول يعني يا جماعة أني أنا تراني أنا إنسان بعد، يعني لي فؤاد ولي قلب وغير وهذا، فيعني هذا ما يمنع أني أنا أعشق وأحب، ولذلك لا 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 يعني يذكرني هذا بالعشق الناس اللي عشقوا فيه أم كلثوم وصوتها المتميز. وأعتقد في رأيي أنا أن لولا الأستاذ محمد المر اللي تولى حقيقة جمع هذا الكتاب الممتاز الشيق، نعم، التوثيقي اللي يعني خلد ذكريات أم كلثوم في الإمارات من الألف إلى الياء، وهذا الكتاب حقيقة يشكر عليه أبو أحمد، جهد عظيم حقيقة، جهد كبير يعني، جهد كبير وجهد حقيقة يعني عظيم أن قدر. ومحمد المر أصبح مختص حقيقة بالتوثيق بالتوثيقات هذه، وسبق أن نشر كتاب عن زياراته لشرق أفريقيا وخاصة لزنجبار، وهو كتاب يعني جميل جدا، لكن كتاب أم كلثوم إياه ليخلد ذكريات زيارة أم كلثوم للإمارات. نعم أستاذ، بدعوة من الشيخ زايد. صحيح. يعني أستاذ ناصر قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة للكتاب بعنوان قائد كبير واحتفال مميز، وقال يؤرخ هذا الكتاب لاحتفال حضاري وثقافي وفني بديع دعا فيه الشيخ زايد سيدة الغناء العربي والعبقرية أم كلثوم التي أحيت ليالي احتفالات أبوظبي بجلوسه الميمون الخامس وبقرب بزوغ فجر دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف السمو بأن الكتاب يبين للقراء أن أبوظبي كانت وستظل واحة وارفة للثقافة الجادة والفن الرفيع والموسيقى الراقية. خلنا نبدأ من البداية، يوم بدأت فكرة الكتاب. مساء الخير عليكم جميعا، أهلا وسهلا. والله أنا بعد نفسي محظوظ لسببين، السبب الأول إني مع حضراتكم الآن، والسبب الثاني إني كنت شاهد عيان ومشارك مع الأستاذ الكبير محمد المر في تأليف وإصدار هذا الكتاب من الألف إلى الياء، منذ كان فكرة في رأس هذا الرجل العظيم الأستاذ المر. قال لي يعني أم كلثوم جت أبوظبي وده حدث مهم ولم يوثق له في كتاب، الصحف آنذاك كتبت، وبالتالي علينا أن نصدر كتابا عن هذا الأمر. وبالفعل الأستاذ المر استطاع أن يقتني أكثر من 300 صورة فوتوغرافية لأم كلثوم في أبوظبي منذ خروجها من القاهرة حتى وصولها أبوظبي وعودتها، واستطاع أن يحضر الجرائد اللي كانت موجودة الاتحاد والخليج اللي غطت الحدث وجريدة الأهرام المصرية كمان. وبأمانة شديدة الكتاب بعد المقدمة اللي كتبها صاحب السمو الشيخ منصور يبدأ أربع فصول. الفصل الأول كتبه الأستاذ محمد المر، وهو كل شيء حصل منذ الدعوة، كيف جاءت أم كلثوم. الشيخ زايد كان في زيارة إلى القاهرة الله يرحمه في إبريل 71 قابل الرئيس السادات، وقرر أنه الشيخ زايد يدعو الست أم كلثوم لزيارة أبوظبي، وفعلا رحلها بدعوة رسمية
المستشار الصحفي لولي العهد آنذاك صاحب السمو الشيخ خليفة، المستشار الصحفي عبد المنعم الملواني، راح بدعوة من الشيخ زايد إلى فيلا أم كلثوم في أغسطس 71 وقال لها يعني تشرفينا في أبو ظبي للاحتفال بالعيد الخامس لجلوس الشيخ زايد وبزوغ دولة تأسيس دولة الإمارات. ووافقت أم كلثوم فعلا وقالت شرف ليا، وجت فعلا في 26 نوفمبر 71 وعملت حفلتين في 28 وفي 30 نوفمبر، والشيخ زايد دعاها إلى قصره وأهداها عقد من اللولي الجميل، والشيخة فاطمة أقامت مأدبة تكريم، مأدبة يعني عشاء تكريما لها، ومن يعني ظلت ل 2 ديسمبر موجودة في أبو ظبي، وراحت دعيت إلى قصر المنهل وشهدت رفع علم دولة الإمارات من قبل المرحوم الشيخ خليفة ولي العهد آنذاك، وقالت جملة جميلة بعد ما ترفع علم دولة الإمارات، قالت عقبال علم الوحدة العربية الكبرى. الكتاب 4 فصول كما قلت، الفصل الأول الأستاذ المر لم يترك صغيرة ولا كبيرة في زيارة أم كلثوم لأبو ظبي إلا وأحصى. صحيح فعلا. نعم. الفصل الثاني تشرفت بكتابته عن سيرة أم كلثوم الفنية والإبداعية. الفصل الثالث كلفني الأستاذ محمد المر بالتواصل مع الناقد الموسيقي والمؤرخ اللبناني إلياس سحاب يكتب لنا مقال ودراسة عن حفلات أم كلثوم خارج مصر. وبالمناسبة لما الأستاذ إلياس سحاب عرف أن الجلسة النهاردة اتصل بي امبارح من بيروت ويقرئكم السلام والتحية، وهو حضر بنفسه 4 حفلات لأم كلثوم في لبنان في الفترة من 54 لسنة 70. أم كلثوم عملت في لبنان وحدها 20 حفلة ما شاء الله. مثلا على سبيل المثال. الفصل الرابع، وده برضو يبين يعني الفكر الثاقب للأستاذ محمد المر، إنه قال لي نجيب متخصص موسيقي أكاديمي يحلل لنا الأربع أغنيات اللي غنتهم أم كلثوم في أبو ظبي تحليلا أكاديميا، المقامات والنغمات واوا. وبالفعل تواصلت مع الدكتور الفنان الأستاذ أحمد إبراهيم الموسيقار والمطرب، ومع دكتوراه في الموسيقى، والأستاذ مصطفى عبد الله رئيس تحرير الأخبار الأدب في ذلك الوقت. نعم. وعملوا لقاء تحليلي لهذه الأربع أغنيات. أزيد على ذلك بخصوص الكتاب، ما عطلك شوية؟ لا أنت خذ راحتك. طيب. بس لا تحرق علينا المحاورة أهم شيء. طيب. إنه يعني لأن الأستاذ محمد المر عاشق للفن وللجمال أيا كان، وهو عاشق للخط العربي ومن كبار الجماعة في فن الخط العربي، طلب أن يكتب الأغاني، أن تكتب الأغاني بالخطاط، يكتب لنا الأربع أغاني اللي غنيتهم في أبو ظبي. وفعلا في الكتاب هتجدوا الأربع أغنيات اللي غنيتهم أم كلثوم في أبو ظبي مكتوبة بخط فارسي جميل جدا. جميل. كتبوا الخطاط الإيراني أميد رباني. الحديث أكيد يعني راح يطول في طبعًا تفاصيل طبعًا الكتاب طبعًا طبعًا وكيف وصل لنا بهذه الصورة المهيبة والجميلة. أستاذ عبد الغفار، يعني لو نرجع للسياق التاريخي للمنطقة قبل ما تبدأ يعني حفلة أم كلثوم وتعقد في أبو ظبي، كيف كانت بلادنا مهيئة ثقافياً؟ كيف كانت مهيئة فكرياً؟ كيف كانوا الناس أصلاً من الأساس في فترة الستينات وما قبلها يعشقون هذه الأغاني اللي فيها يعني الأغاني ذات الطراز الرفيع؟ كيف كانت منطقتنا مهيئة من هذا الجانب؟ الحقيقة دبي من عرفت، يعني دبي عرفت حقيقة كمدينة يأتيها الرايح والجاي في عام 1799 عندما أقيم الحصن الفيدي مثلا هذا، وتولى بعد ذلك سنة 1823 تولى جد الشيخ راشد رحمه الله اللي هو مكتوم بن بطي بن سهيل. عرفت دبي دائما باستضافة ناس من برا، فجوها ناس كثيرين يعني من جميع أنحاء المنطقة الخليجية، جوها ناس من طبعا من سواحل الخليج في إيران، جوها جماعة من البحرين ومن قطر ومن السعودية ومن أفغانستان.
أطراف العراق أيضا من البصرة. فدبي عرفت دائما بأنها منطقة مفتوحة وأن يأتيها الناس، وأهل دبي يطربون للغنى والطرب وأيضا التواشيح الدينية كالمالد مثلا. وأنا في الماضي القريب أصدرت كتاب اسمه المالد، وذكرت فيه بعض الفنون الشعبية منها المالد نفسه اللي كان الشيخ زايد رحمه الله وجدوده، جدود الشيخ زايد أيضا كانوا يشجعون قيام هذه الحفلات الدينية الشعبية التصوفية اللي هي منها المالد. فدبي هذه من ستوارت في الماضي كانوا يأتونها مطربين من أنحاء الخليج وخاصة من البحرين، مطربين البحرينيين مثل محمد بن زويد ومحمد بن فارس وهذيلا يعني مشهورين، كانوا يأتون وينصون عند الناس يعني أصدقاء لهم في بيوتهم ويقيمون حفلات الطرب في هذه البيوت. فيعني مثل ما قلنا أن دبي كانت عاصمة ليست بس للتجارة أيضا لمثل هذه الفنون الطيبة الجاذبة للناس. جميل أستاذ ناصر، يعني القارئ لكتاب أم كلثوم في أبوظبي يلاحظ كما ذكرت بأن الكتاب شامل شمولية واسعة الصراحة في كل الجوانب، سواء من حيثيات الزيارة، الفكرة كيف بدأت، الصور اللي وثقت للحفلة الأولى والحفلة الثانية، والجميل اللي لفت يعني نظري أيضا التوازي ما بين يعني حيثيات الزيارة وأيضا الحيثيات التاريخية، فكر الشيخ زايد في أبوظبي، التحديات التي واجهتها، وأيضا نشأة أم كلثوم من الجانب الآخر، كل هاي التفاصيل كلها في كتاب واحد، يعني اللي يقرأ الكتاب كأنه يقرأ مجموعة كتب مرة واحدة. فكيف يعني تقرأ هذا الجانب؟ والله أنا كاتب في الكلمة بتاعتي يعني فقرة تلخص لحضرتي كلتي، بقول إذا أردت هذا الكتاب كتابا في السياسة استجاب لك، وإذا أردته كتابا في التاريخ استجاب لك، وإذا أردته كتابا في الفن استجاب لك، وإذا أردته كتابا في السيرة الذاتية أيضا استجاب لك. وهذا كده الصوت والفضل يعود كما أقول إلى صاحب فكرة إصدار الكتاب، هو الأستاذ محمد، لأنه هو راجل موسوعة الثقافة وعنده تصور. تفضل أستاذي. زائد إتقان العمل، فضيلة إتقان العمل، أتخيل السبب الرئيسي وراء إصدار هذا الكتاب بشكل شامل. الأستاذ محمد المر والفريق اللي اشتغل معاه كانوا مصرين، يعني هذا الكتاب سنتين فيه مثلا، يمكن الارسال في مكانك يعني كده كويس يمكن عشان الصوت مش شبه صوت ام كلثوم مثلا ولا حاجه لا هو الفيصل في نجاح لا ما نعرفش ام كلثوم على راي حضرتك عبد الحليم قال عليها يعني معجزه لن تتكرر، وعبد الوهاب قال عليها صاحبه الصوت الذي لا يعرف المستحيل، وهذا حقيقي يعني. وبالتالي نجاح الكتاب وشموليته يعود إلى الفكر الموسوعي لمؤلف الكتاب الأستاذ محمد المر، وإصراره على أن يخرج الكتاب كامل الأوصاف، حتى الطباعة الفاخرة، حتى الصور قديمة. فالأستاذ محمود شمس الدين والأستاذ فراس عبو المسؤولين عن التصميم وضبط الصور قعدوا أكثر من 8 شهور في ضبط الصور والرتوش للصور عشان يصدر الكتاب بهذا الشكل الشيق والممتع والجميل. جميل أستاذ عبد الغفار، الشيخ زايد الله يرحمه عرف بأنه رجل محب للثقافة، محب للشعر، محب للفنون، فخبرنا عن هذا الجانب من الشيخ زايد، كيف كان يحتوي المثقفين، يحتوي المبدعين، كيف تأسست البيئة الثقافية منذ حتى قبل قيام الاتحاد؟ عرف بتعدد المواهب، يعني
الشيخ زايد مو بس قائد من قواد العرب اللي عرفوا بالإقدام وبتحكيم العقل في الأمور، أيضا عرف بأن إنسان رقيق، رقيق المشاعر وشاعر، ومثل ما قلنا يحب الفنون ويحب الآداب. وطبعا دعوتي لسيدة أم كلثوم أن تزور الإمارات هذا دليل على أن هذا الريال كان يتذوق الفن تذوق يعني كبير. أنا أذكر أن شفت الشيخ زايد في عرس الشيخ مكتوم رحمة الله عليه في دبي، حضر وعندما وأقيم حفل للمالد، وحفل المالد فن شعبي معروف يعني في الإمارات. فحقيقة وجدت الشيخ زايد قام ودخل في صف الرديدة، هاي صف الرديدة بعد لهم يعني فن خاص في صفين في المالد، صف السماع وصف الرديدة. فجلس الشيخ زايد في الوسط يضبط الصف هذا بشكل يعني دل على أن الشيخ زايد فعلا متمكن من تذوق الفن ومعرفة الفن الشعبي هذا، بالإضافة إلى اشتراكه في العيالة وبعض الفنون الشعبية الأخرى. فرجل متفتح كان، ولذلك مثل ما قلنا دعوتي لمطربة مثل أم كلثوم أن تزور الإمارات وما يترتب على هذا من طبعا من جهد دليل على أن هذا الريال كان ريال يعني منفرد، ما يعني ما قليل المثيل في هذه المنطقة. جميل أستاذ ناصر، أيضا في ذات المحور الكتاب يعني تطرق إلى مكانة أم كلثوم لدى الشيخ زايد. هذا صحيح، يعني هو خطط لدعوتها من إبريل 71 وتمت الدعوة في نوفمبر 71، يعني حوالي 7 شهور، وتعامل معها بشكل في منتهى الرقي والذوق اللي بيأكد يعني احترامه الكبير وشغفه الكبير بالفنانين الجادين، باعتبارها رمز للجدية، رمز للموهبة الخارقة، رمز لوحدة الأمة العربية. يعني زي ما كتب شعراء مدحوها عندما جت، سلطان العويس مدحها في قصيدة جميلة، مانع سعيد العتيبة مدحها في قصيدة جميلة، والاثنين اتفقا على انها رمز من رموز وحدة الأمة العربية. وبالتالي ويكفي استقبال الشيخ زايد ليها في 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 قصره، في قصر المهنة. ويكفي كما قال الأستاذ عبد الغفار حسين واحنا جالسين قبل الندوة، لما كانت تغني، لما حضر حفلتها الأولى في 28 نوفمبر، لما كانت تخلص الوصلة يقف الشيخ زايد يصفق لها، فيقف جميع الحاضرين. وبالمناسبة وزارة الدفاع هي اللي بنت المسرح، وهذا هو التحدي الكبير، تحدي حقيقة. كبير مسرح اتسع ل4000 مشاهد في ذلك الوقت، يعني كانت مسارح أبو ظبي في ذاك الوقت فقط، يعني دور سينما فقط كانت وتستوعب مئات، فتحولت بين أيام في 10 أيام بني مسرح مذهل جدا ومجهز بالأجهزة الصوتية، وجاء ناس بقى من الكويت والبحرين والسعودية يشوفوا أم كلثوم ومن القاهرة ومن كله. والمسرح كان هدية من الشيخ خليفة بن زايد لوالده بمناسبة عيد الجلوس. طبعا طبعا طبعا. جميل. يعني على طاري قصيدة سلطان العويس، نحن حابين نسمع القصيدة من لسان أبو نبيل اليوم. سلطان العويس مثل ما تفضل أستاذ ناصر، يعني من الشعراء اللي كانوا طبعا بطبيعة الحال يحب أم كلثوم ويطرب لصوتها كثير. فيعني بعد هذه الزيارة قال بعض قال هذه الأبيات الجميلة اللي أنا سجلتني بعض منها. يقول: سواء علينا ليلنا أو نهارنا، سواء علينا ليلنا أو نهارنا، فأنت لنا الإبصار
والسمع والفكر. طبعا يناجي أم كلثوم: سواء علينا ليلنا أو نهارنا فأنت لنا الإبصار والسمع والفكر، كفى النيل فخرا، كفى النيل فخرا أن تكوني نجيه، كفى مصر في التاريخ أنت بها مصر. يعني أنت مصر كلها. هذه يعني مدح قليل ما شعراء قالوا هذا. سيقبل جيل بعد جيلك في الدنا، وعصرك عصر لا يقاس به عصر، لكل زمان عبقري بفنه، وأنت مدى الأيام ما طلع الفجر. يعني هذا ما قاله. شكرا. وحقيقة يعني أجاد سلطان، وما يحضرني قصيدة الأستاذ مانع العتيبة، فممكن عند أستاذ ناصر أقول جزء من القصيدة اللي قالها مانع سعيد العتيبة، وبالمناسبة القصيدتين مكتوبين بخط اليد وموجودين في الكتاب. صحيح. بيقول الشاعر الكبير مانع سعيد العتيبة: يا أم كلثوم يرحب خافقي وينوب عن خفق الفؤاد لساني، أنت التي وحدت أمة يعرب من غير بهرجة ولا إعلاني، لسماع صوتك كل أمتنا التقت في ساحة الأنغام والألحان. يا سلام. يعني نحن مو بس نتكلم عن سيدة الغناء العربي، ما أعرف الصوت شوي أصبح حاد ولا شو رأيك؟ أنا أطلقت عليها لقب صاحبة أنصع سمعة في تاريخ الغناء العربي كله. صح فعلا. يعني أنصع سمعة على مستوى المهارات الصوتية وعلى مستوى السلوك الشخصي. صحيح. يعني على كل شيء. وأنا دايما يعني أكتب عنها وأقول كانت حريصة حتى على أماكن تواجدها وعلى من تخالط ومن تجالس. شخصيتها هيبة كبيرة جدا. وفي لقاء لعبد الوهاب مع سمير صبري بعد وفاتها بشهرين لمدة 55 دقيقة في برنامج النادي الدولي، كل اللقاء عن أم كلثوم، وعبد الوهاب هو مجايلها. عبد الوهاب مولود 1897 وأم كلثوم مولودة 1898 على الأغلب، وبالتالي هم طلعوا سوا، فهو عارف كل حاجة عنها، وهم كانوا صديقين جدا وكانوا يتكلموا بالساعات في التليفون. ده اللقاء ده أتمنى موجود في اليوتيوب، أتمنى نشوفه، هنعرف أسرار كتيرة عن أم كلثوم وشخصيتها وطبيعتها وعبقريتها، لأن عبد الوهاب أبو الموسيقى، يعني بيحلل ليه صوتها معجزة في إيه بالضبط. فأتمنى الناس تتفرج عليه. بنبيل، ترى نحن للحين ما وديتنا للمسرح يوم كانت أم كلثوم تغني، نبقى نعرف شو استوى بالضبط في الحفل، كيف كان الحفل، منو كانوا الحضور، وكيف كان الوضع بشكل عام. يعني نرجعك بالذاكرة لسنة 71. بالإضافة إلى المرحوم صاحب السمو الشيخ زايد، حضروا الشيوخ، بس يعني تقدم الميكروفون عشان الصوت. حضروا تقريبا يعني كل الشيوخ هناك. نحن كنا بطبيعة الحال يعني شيوخ في الصفوف الأولى من الحفلة، ونحن وراهم. لكن مثل ما ذكرتي حقيقة أنت، أن كان الشيخ زايد في كل وصلة غنائية يقوم ويصفق للوصلة هذه اللي هي تتوقف عنده، والناس كلها تقوم، حتى أن أم كلثوم يعني تأثرت تأثير بهذا الاستقبال العاطفي، يعني مو بس الاستقبال الرسمي البروتوكولي، لكن الاستقبال العاطفي اللي وجدته من الناس الله يرحمها. فيعني هذه كانت وإكراما لها الشيخ زايد أهداها عقد اللؤلؤ. شو قصة العقد هذا؟ يعني أهداها عقد اللؤلؤ، وهذا عقد اللؤلؤ كان من الآلي الخليج التاريخي.
هذه كانت اللي عرفنا أن هذا العقد كان من أيام عمة الشيخ زايد، الشيخ سلامة بنت زايد الكبير رحمة الله عليهم، فأعطاها هذا العقد ولبسها يعني هذا العقد حقيقة. وللأسف بعد هذا عرفنا أن هذا العقد اختفى، وإلى الآن يقال، أنا هذا سمعت مرة ثانية من أستاذ ناصر، أن حد من شيوخ أبو ظبي لما عرضوا العقد في مزاد أم كلثوم للبيع، حد منهم اشترى العقد مرة ثانية. نعم. من الورثة وعادها إلى أبو ظبي. يلا الحمد لله عاد العقد بسلام. أو هكذا يقال. نعم. أستاذ ناصر، يعني في الكتاب يذكر أن أم كلثوم في سنة 1928 أحيت حفلات في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني، وفي سنة 1967 التاريخ اللي حصل فيه العدوان أيضا أحيت حفلات لدعم المجهود الحربي، وفي سنة 1971 تواجدت في أبوظبي وكان أيضا هناك حدث سياسي كبير وتاريخي. إذن هنا يخرج يعني إطار أم كلثوم من مجرد من يعني سيدة الغناء العربي، وليس مجرد يعني كلمة أخانتني، إلى السيدة ذات الحس الوطني والعروبي والوحدوي العالي. أم كلثوم تلقت ثقافة عريضة منذ الصغر على يد المجموعة التي التفت حولها عندما جاءت القاهرة، أحمد رامي وأحمد شوقي وبيرم التونسي وشيخ علي عبد الرازق، كل دول ثقفوها فاتربوا، كانت تتقن الفرنسية بالمناسبة بالإضافة إلى علاقتها بالشعر العربي. وبالمناسبة أم كلثوم غنت أكثر من 70 قصيدة باللغة العربية الفصحى، وتخيل الناس على القهاوي الناس البسطاء بيغنوا ويرددوا أراك عصية الدمع أو نهج البردة أو ولد الهدى ومستمتعين بيها، واللي مش فاهم كلمة ولا بتاع هيسأل ابنه يسأل المتعلم. يعني هي أسهمت بنصيب معتبر في تعزيز اللغة العربية الراقية الرشيقة العذبة. بخصوص إحساسها بالوطن، هي زي ما قلت لحضرتك قالت عقبال الوحدة العربية، علم الوحدة العربية الكبرى، لفت بعد هذه أيدت ثورة يوليو في مصر مع عبد الناصر وغنت لعبد الناصر بحب حقيقي، وكانت يعني على صداقة شخصية مع أسرته. لما حصلت الهزيمة في 67 راحت تونس والسودان وراحت المغرب وليبيا وراحت فرنسا، وكان المبلغ اللي بتاخده المجهود الحربي، رغم ان هي بعد حفلتها قبل 67 كانت تغني 3 أغنيات في الحفلة الواحدة. بعد 67 كانت وصلت لسن 70 تقريبا، فبدأتش تقدر، فبقت تغني 2 فقط في الحفلة الواحدة. وبالمناسبة آخر يعني هنا في أبو ظبي غنت غدا ألقاك في الحفلة الأولى والحب كله، الحفلة الثانية ودارت الأيام، والقلب يعشق كل جميل. ودي القلب يعشق كل جميل آخر حفلة لأم كلثوم في حياتها بقى في القاهرة في 4 يناير 73، ووريكي حسها الوطني. 4 يناير 73 لسه المصريين والسوريين ولا العرب انتصروا في حرب أكتوبر، لسه فاضل على أكتوبر 9 شهور ولا 10 شهور. فهي بتقول في الآخر إيه، في آخر غنوة القلب يعشق، يا ريت حبايبنا ينولوا كل ما نلنا يا رب، يا رب توعدهم يا رب، يا رب وقبلنا. الغنوة كده، هي قالت المقطع الأول كده، لما قعدته قالت يا رب توعدهم يا رب ويا رب انصرنا، وبكت أم كلثوم وبكى الجمهور. ودي كانت آخر لقاء مع الجمهور في 4 يناير 73 في دار سينما قصر النيل بالقاهرة. جميل. الآن يعني لو نفتح المجال للحضور اللي حاب إنه يعني يتقدم بمداخلة أو سؤال لضيفينا الكريمين. علي عندك تفضل. لا هذا المايك. يا سلام. تفضل. هي حاضر من عيوني إن شاء الله. والله أنا. علي علي صوتك لو سمحت. هي. علي الشامسي إعلامي. حياك الله. أنا كنت أتابع في اليوتيوب لفقرة غنائية جميلة جدا، هذه الفقرة كانت
من فنانة من الفنانات المصريات اللي تملك مهارة عالية للغناء على نفس النغمة لأم كلثوم، وإن كانت أم كلثوم حاجة لا تكرر. إنما قرأت تحت في التعليقات، وهذا شيء غريب، إنه ليس فقط العرب من يتابعون الفن اللي قدمته أم كلثوم. أنا تفاجأت إن لأم كلثوم جمهور روسي كبير جدا في روسيا وكذلك الدول المجاورة لها، وحتى من الغرب، ويمكن كانوا يسمعون هذه النغمات. السؤال هنا، وكانت قرأت تعليق لأحد اللي كاتب، قال جمعتنا أو فرقتنا السياسة والاقتصاد والحروب والمآسي وجمعتنا أم كلثوم. فكنت أريد أعرف منكم ما هو هذا أو سر التميز والتفرد لأم كلثوم في خلق هذه الرمزية وجمع الناس في محبتها، ويمكن مثل ما تفضلت في زيارتها لإمارة أبوظبي في البدايات كانت تشكل هذه الزيارة الرمزية تما. شكرا. بو نبيل وأستاذ ناصر تفضلوا. لما اللقاء اللي عمله سمير صبري مع عبد الوهاب سألوا ماذا سيبقى من أم كلثوم، أو هل أم كلثوم ستبقى؟ قال له نعم، لأن هي رمز الإتقان المطلق. الفن اللي فيه إتقان مطلق بيعيش. احنا بنشوف الهرم، بنشوف لوحة الموناليزا، بنشوف تماثيل الفراعنة، بنشوف مش عارف تماثيل اللي معمولة فين، بنسمع بيتهوفن، لأن الفن هنا إتقان مطلق. وبالتالي أنا أتخيل سر أم كلثوم في إتقانها المطلق لفنها، اختيار الكلمة الراقية المهذبة التي تسمو بالمشاعر، اختيار اللحن المناسب للكلمة، صوتها الجبار حنجرة ذهبية لا مثيل لها. وبرضو أرجع لعبد الوهاب الذي وصف صوتها بقوله صاحبة الصوت الذي لا يعرف المستحيل. ما تريد أن تعبر عنه بصوتها تعبر في التو واللحظة بدون حتى بروفا. وأنا حأحلكم بس لغنوة شهيرة لها، كلمة واحدة، غنوة غني لي شوي شوي، أرجو نسمعها مرة تانية بتركيز شوية. وهي بتقول إيه؟ المغنى حياة الروح يسمعها لا لحنها بقى لا بابا لا 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 المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفيه والداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه. أرجو ننتبه لكلمة مجروح، الحق في مجروح كأنها مصابة ويسقط منها الدم. أرجو لما نخلص جيبوها كده على اليوتيوب واسمعوا كبد مجروح، شوفوا بتقولوا الحاء إزاي، حاجة يعني خارقة. صح، ويقال أن صوتها جمع الطبقات النسائية والرجالية. وتعبر يعني بتغير في الحرف مش في كلمة، يعني مجرو وبعدين الحاء حالة تانية، يعني حاجة مذهلة. وأنا أتخيل ده السر الأعظم في التفاف الجميع حولها باعتبارها رمز الإتقان المطلق في عالم الفنون والموسيقى والغناء. ونبيل حاب تعلق؟ شكرا شكرا. ما قاله الأستاذ حقيقة عن موضوع عن شهرة السيدة أم كلثوم تجاوزت طبعا العالم العربي إلى غيرهم أيضا. أذكر أن كنا في زيارة لطهران مع بعض الأصدقاء من سنين، هذا أيام الشاه، ففي شارع من شوارع الملآنة بالملاهي الليلية ومحلات الموسيقى واسمه لالازار هذا الشارع، فأنا وجدت دكان في يبيعون أدوات موسيقية، وجدت 3-4 من الإيرانيين أمام المحل هذا ويتمايلون طربا، وصوت أم كلثوم يصدح من داخل المحل، وهذيلا يتمايلون طربا، وهذا طبعا، ونحن كنا يعني أيضا نطرب لصوت أم كلثوم في هذاك الوقت. فوقفت أنا وسألت واحد منهم بالإيرانية، قلت لي أنت يعني من هذه تغني؟ أردت أن أعرف أن هل شو بيعلق؟
قلت له من هذه المغنية هذه؟ قال هذه أم كلثوم. ما تعرف أنت أم كلثوم؟ قلت له يعني سامع بها وهذا. قلت له شو أنت فهمت من كلامها؟ قال أنا ما أفهم لكني أطرب لسماع صوتها، وهي مشهورة عندنا يعني وهذا. يعني هذا يدل على أن سمعة أم كلثوم اخترقت كثير من البلدان وكثير من الشعوب، مثل ما هو موجود في سمعته في العالم العربي. شكرا. أذكر وأنا في كوريا الجنوبية في 2006، في كوريا الجنوبية اللي حضرت لحد من حضراتكم راح ما فيش أي حاجة عربي خالص، يعني الإسلام دخل كوريا سنة 56، يعني من 50-60 سنة فقط، ففيش أي حاجة عربي أبدا. فأنا سألتهم ما فيش أي حاجة عربي أنا؟ قالوا لي في مقهى واحد فقط فتحه واحد مغربي. قلت له مدوني، رحت المقهى، قبل ما أوصل سامع صوت أم كلثوم من المقهى واللي قاعدين كوريين. فكلمت الشاب المغربي وحاطت يعني صور من دبي ومن الأهرامات ومش عارف إيه وكده، بقول له الزباين من؟ قال لي كوريين. قلت له أم كلثوم ما عارفين حاجة ولا فاهمين؟ قال لي لا، هم مبسوطين لما ببقاش شغال يقولوا لي شغل أم كلثوم. وفي نفس الرحلة وأنا في كوريا الجنوبية كنت ماشي في أنا يعني الوفد اللي معانا في حي شعبي وسوق شعبي، فسمعت موسيقى أنت عمري بتاعت عبد الوهاب. أنا ذهلت، خلتني ورا الصوت، لقيت ساحة كبيرة كده قد المسرح ده، وثلاث بنات كوريات لابسين لبس الرأس البلدي في مصر، سوير زكي وتحية كاريوكا، والبتاع السماعات محطوطة وبيرقصوا على أنت عمري لأم كلثوم. هذه واحدة في كوريا الجنوبية. رحت أذربيجان سمعت أم كلثوم في أحد، رحت روسيا موسكو سمعنا أم كلثوم، ورحت مدينة في روسيا اسمها فارونش يعني جنوب موسكو 500 كيلو سمعنا أم كلثوم هناك. فهي زي ما قال الأستاذ غفار حسين خارقة، يعني حاجة تتجاوز المحلية، ولا يعني حاجة معجزة حقيقية يعني. جميل، في أي سؤال آخر؟ تفضلي. سعد مساكم جميعا. هند خليفات، أول شيء شكرا على هذا السلطنة الذي أخذتونا اليوم في هذا المساء الجميل، وشكرا لمعالي محمد المر. في عندي سؤال، إنه هذا الإرث العظيم وهذا التوثيق الأنيق جدا، هل ممكن أن نرى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية تقوم بإنتاجه إلى أعمال مرئية؟ لأن نحتاج أبنائنا أن يقرأوا هذا الإرث العظيم، لأن العلاقة بالكتاب وخاصة الكتاب الثقيل قد تكون محدودة. هل ممكن أن يرقى هذا الكتاب وهذا الجهد العظيم إلى أعمال متلفزة أو سينمائية ومقاطع على السوشيال ميديا؟ وشكرا. واضح، يعني تسأل إذا كان بالإمكان أن نقل الكتاب إلى يعني أعمال إبداعية أخرى تكون مرئية أو مسموعة. أستاذ ناصر، يمكن أنت يعني مرافق للأستاذ معالي محمد المر في هذه الرحلة وعندك العلوم. لو كان أبو أحمد موجود ممكن إن شاء الله يوصل. كلموا يا جماعة، نحن ياسين نمط. ممكن يكون هذا في بالي، لكن أستاذ ناصر مساعد ل والله فكرة أبو أستاذ ناصر، يعني للأستاذ ناصر أيضا فضل كبير في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة. صحيح. يعني ينبغي أن نعترف بهذا. صحيح. أن حقيقة كان المساعد الأول من الفكرة لأبو أحمد لحد التنفيذ. الفكرة اللي حضرتك طرحتيها أنا يعني أحيي حضرتك عليها جدا، لكن أظن إن عايزة يعني فريق عمل آخر. لكن الفكرة قائمة ومهمة جدا. روادنا ورموزنا في الأدب وفي الفكر وفي الفن وفي السياسة ينبغي ويتحتم علينا أن نحول حياتهم الشخصية إلى مسلسلات ودراما وأفلام، لأن أيسر في الوصول إلى الناس وإلى الأجيال الجديدة كي تتعلم منها وتتأثر بها. أتفق معك تماما. وحتى لما عملوا مسلسل أم كلثوم سنة 2000 عملته المخرجة إنعام محمد علي، المسلسل عمل ضجة كبيرة وخلى الشباب يشوف إيه، لأنه كان معمول بإتقان، المسلسل كان معمول بإتقان، خلى الشباب اللي ما يعني ما لوش علاقة بأم كلثوم يحاول، وبالفعل بعض الشباب بدأ يسمع أم كلثوم يعني بشكل مختلف مرة أخرى. فأنا أحييك على الفكرة ونتمنى أن يعني تجد صدى للتنفيذ. في
في أي سؤال آخر حابين تفضلي. مساء الخير وفاء الخطيب. بس لو تعلين صوتك الله يخليك. وفاء الخطيب شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. ليس غريبا على حاكم عربي عملاق بحجم المرحوم الشيخ زايد أن يستضيف كوكب الشرق أم كلثوم التي كان يتسابق كبار الملحنين المصريين على استرضائها كي يكسبوا منها رضاها على أن يلحنوا لها. سؤالي للأستاذ ناصر أعتقد كونه يمكن أقرب على تاريخ أم كلثوم. أنا سمعت ولست أدري أن هناك تنافسا كان بينها وبين عبد الوهاب على بشكل عام فنيا وحتى إداريا بالنسبة لنقابة الفنانين المصريين، وأن جمال عبد الناصر هو الذي قرب بينهما وأثمر عن أعمال رائعة. هاي سؤال. بالنسبة للموضوع اللي طرحته الأستاذة، أنا حضرت أظن من شي سنة ونص بدار الأوبرا قاموا بعمل جبار عن حياة أم كلثوم باللغتين العربية والإنجليزية، كان عملا رائعا بحق. شكرا لكم. شكرا. تقول أن هناك يعني المنافسة ما بين أم كلثوم ومحمد بن محمد عبد الوهاب. هو أم كلثوم زي ما قلت مولودة 1898 وعبد الوهاب 1897، فنفس السن. أم كلثوم جت القاهرة سنة 23، عبد الوهاب التقى بأحمد شوقي سنة 24، واللقاء عبد الوهاب بأحمد شوقي أمير الشعراء عمل قفزة كبيرة جدا في تطوير فن الغناء العربي كله، لأنه بدأ يغني قصايد شوقي بالفصحى، وحتى شوقي كتب لعبد الوهاب حوالي 11 أغنية باللهجة العامية المصرية ولحنها عبد الوهاب، من أشهرهم في الليل لما خيلي وبلبل حيران وغيره وغيره. العشرينات والثلاثينات كانت المنافسة، هم شباب وطلعين مع بعض ونفس الجيل، وكان عبد الوهاب بيغني قدام الناس في حفلات في مسرح رمسيس من العشرينات والثلاثينات، وكانت أم كلثوم بتغني الأول في صالة رجل أظن يوناني اسمه سانتي، ثم انتقلت إلى مسرح الأزبكية. وكان الجمهور الأكبر لعبد الوهاب من النساء، والجمهور الأكبر لأم كلثوم من الرجال. فكانت هنا في فترة الثلاثينات عشرينات وثلاثينات لغاية منتصف الأربعينات المنافسة محتدمة دون تجريح، لغاية لما جت حكاية النقابة الموسيقيين. فلما عبد الوهاب لقى أم كلثوم مصرة ما رضيش يترشح أصلا. ولكن عندنا عيد ميلاد ابنة عبد الوهاب عفة عيشة الأولى على اسم والدته، كان سنة 47 في فيلا عبد الوهاب في العباسية. مين أحيا حفل عيد ميلاد البنت الطفلة بنت عبد الوهاب؟ أم كلثوم. وموجودة صور أم كلثوم بتغني وسعيدة في الصورة وهي بتغني، وعبد الوهاب قاعد لها بشكل كده بطربوشه الجميل سعيد جدا، وهي كأنها بتقول له أنا غنيت كويس يا محمد. وبالمناسبة هي الوحيدة اللي كانت بتقول له يا محمد، وهو الوحيد اللي بيقول لها يا ثومة. الناس كلها بتقول لها يا ست، والناس كلها عبد الوهاب. أنا فاكر مرة عملت حوار مع محمود ياسين الله يرحمه النجم الكبير، بقول له انت اتعاملت مع عبد الوهاب؟ ابو وهاب عمل غنوه الورده وجاب محمود يقول شعر. قلت له اتعاملت مع عبد الوهاب ازاي؟ قعد حكى لي وهو بيحكي يقول لي الاستاذ عبد الوهاب عمل، الاستاذ عبد الوهاب. فبقول له يا استاذ محمود عبد الوهاب مات من سنتين، يعني بتقول له استاذ ليه؟ قال لي انا ربي ما فيش ده الرئيس مبارك بقول له يا استاذ عبد الوهاب. فالوحيد اللي بقول له يا محمد ام كلثوم، والوحيد اللي بيقول لها ثومه عبد الوهاب. ولما كانت تتصل بيه في البيت ومش هو اللي يرد بالتليفون، فاللي يرد بالتليفون تقول لهم هاتوا لي الراجل اللي عندكم ده. يعني شوفي درجه العلاقه. فكانت الاحتدام مش خلاف، الغيره الفنيه المشروعه عشرينات وثلاثينات لمنتصف الاربعينات، وبعد كده اصدقاء. طيب ليه ما لحنلهاش؟ ابو هاب ابو الحداثه العربيه في الموسيقى والغناء. ام كلثوم كلاسيكيه محافظه مع زكريا احمد مع صنباطي في درجه محافظه، صعب انها تنتقل الى الضفه الحدثيه اللي بناها عبد الوهاب، يعني مش ذوقها.
ولكن عبد الناصر سنة 60 أول مرة طلب منهم ده، كانوا ناس كبار عدوا 60، فما فيش بقى الـ يعني الغيرة الزيادة. طلب منهم يعملوا لحن مع بعض، وبالفعل تم اللحن في 64، 5 مارس 64 انت عمري لأول مرة. وبالمناسبة كل الملحنين اللي بعد كده اللي لحنوا، حتى الصنباطي وبليغ والموجي لحنوا بعد انت عمري، مشي وراء عبد الوهاب يعملوا مقدمات موسيقية طويلة، يعملوا يدخلوا الجيتار. يعني عبد الوهاب دخل الجيتار في انت عمري، أم كلثوم رفضت، قلت له ازاي يا محمد جيتار وكهربا، ايه ده مش هينفع. قال لا استني بس، طبعا هو الوحيد اللي يقدر يقنعها يعني، واقتنعت لان هي ذواقة وشايفة التطور، فهو جرها الى ارضيته، وفي نفس الوقت بذكائه ان هي كانت كبرت فصوتها امكانياته قلت، وبالتالي لازم يبقى في مساحة اكبر للموسيقى عشان تغطي على حالة الصوت التي انخفضت قليلا. يعني هذا بإيجاز، واتمنى اكون يعني وفقنا في الإجابة. قصرت. شكرا شكرا. في حد بعد عنده مداخلة او استفسار؟ تفضل. احمد الهاشمي، طبعا مو معقول يعني لو ترفع المايك ازيد على الاستاذ عبد الغفار والاستاذ نظر كلهم اثقاء. الحقيقه في يعني ام كلثوم انا اقدر اقول يعني قد لا تصدقون، من عودت عيني على رؤياك انا ماشي مع ام كلثوم. اصحح لك، انت عمري غنتها في 12 فبراير 64، 133 دقيقه وقفت، 133 دقيقة وقفت في انت عمري. أم كلثوم الحقيقة يعني من ناحية الملحنين الكل يعرف، لأن الصنباطي قدر يعرف كيف طبقات صوت أم كلثوم. لحن لها حوالي 90 أغنية، بعدها يجي محمد القصبجي، وبعدين زكريا أحمد، وبعدين الأشياء الثانية. الحقيقة أول أغنية لأم كلثوم على فكرة هي أعراك عاصية الدمع، سجلتها على أسطوانة حق شو اسمه أبي فراس الحمداني في 1926، هي غنت لكن ما سجل. أول أسطوانة كانت لها من شو اسمه أبو العلا محمد، كان شو اسمه عبد الحمولي سواها لها وسجلوها في 26، وبعدين لحنها لها زكريا أحمد 44، وبعدين رياض الصنباطي في نوفمبر 64. فأراك عصي الدمعي 3 مرات لحنت. فالصنباطي قدر الحقيقة يعرف صوت أم كلثوم. الخلاف اللي كان صار بين أم كلثوم القصائد الدينية، يعني بمعنى أنها تسجل على أسطوانات، أم كلثوم كانت تصر يعني ولد الهدى وسلو قلبي والهمزي النبوية وإلى عرفات الله. فالحقيقة هي كان هذا الاختلاف بينهم. في سنة 49 أم كلثوم أصيبت بمرض الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هذا الغدة الدرقية يسمونه مرض يسمونه جريفي ديزيز. فالكل كان خاف على أم كلثوم. كل الأطباء اللي موجودين قالوا يعني إحنا إذا عملنا عملية لأم كلثوم، أم كلثوم يعني كانت حتى في أيام الملكة أم كلثوم من يقدر يحطي المشرط في الغدة الدرقية هذه؟ الكل عارف هذه موجودة، أما تزيد أما تنقص. هي زادت، هذه تزيد يسمونها جريفز ديزيز، مرض يسمونه أوتو أميون. لكن المشكلة اللي في هذه فيها مشكلة جدا صعبة، لأن العصب مال الصوت يمر في وسطها، بالإنجليزي يسمونه انترنال ريكالنت لارينجيال نيرف، هذا إذا راح هذا. فالحقيقة البحرية الأمريكية عرضت عليها وقالت إحنا نعالج أم كلثوم باليود المشع، اليود 131. سافرت أمريكا طبعاً في ولاية ماريلاند وحطوا عليها اليود دون أن يعني يلمسونها بالمشرط، لأن كل الأطباء اللي موجودين من ضمن الكومبليكيشن يقول ينقطع هذا العلاج، وإذا انقطع خلاص انتهى الصوت. فخلصت أم كلثوم على ما أعتقد في عدة أقوال، يقولون في 53، في ناس يقولون لك في بداية 50. المهم الصوت يقول لك عقب ما قاسوا لم ينقص إلا 1.5%، يعني بعد العملية. وأجي طبعاً أبدعت من الإبداعات اللي أنا اللي يمكن أبو نبي يوافقني معاها، اللي هي روايات الخيام. يعني ما أفتكر حد قدر يكون يجيبها. أبو نبي مثل ما أقول 49 شخص ترجم لعمر الخيام،
كله تنسوا، لكن أحمد رامي ترجم لحد الآن لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف فلم أدرك لماذا جئت أين المفر. ما حد يعني 49 واحد هو نبيل يمكن أعرف مني بالأهل. فأم كلثوم أجادت بالقصيدة القصبجي الحقيقة لها في عدة يعني 70 أغنية مثل ما قلت لكم. رق الحبيب هذه تعتبر يعني قمة من هذا. وأحمد رامي سواها أيضا لها قصة. زكريا أحمد الحقيقة في أغنية يمكن سامعينها اسمها الأولى في الغرام، اللي بيسمعها يقول هذه أغنية عاطفية، لكن هي نعي لابن زكريا أحمد محمد توفي وبيرم التونسي ألف له هذا. فالواحد يقول حطيت إيدي على ودع وحيدي وأنا أقول يا عين يعني. فواحد يقول لك هذا قاعد وحيد، لكن هي شو فما يعني أم كلثوم يعني مهما يكون واحد ذكر، لكن هم الحقيقة أجادوا وإحنا بالنسبة نتعلم منهم. فيعني بمعنى هذه هذا إثراء وإضافة منك دكتور. الله يسعدك. إلمام جميل ما شاء الله يعني. شكرا يا دكتور، بس معلش عندي ملاحظة بس بعد إذن سعادتك. أول غنوة سجلتها أم كلثوم على أسطوانة اسمها شرط المحبة تصون هوايا سنة 24 وتلحين داود حسني، مش أراك عصية الدمع 26. ده كلام أم كلثوم نفسه لنعمات أحمد فؤاد في كتابها أم كلثوم وعصر من الفن، حوار بالساعات والأيام عملته الدكتورة نعمات أحمد فؤاد مع أم كلثوم، والكتاب موجود. وإنت عمري في مارس 64 مش في فبراير. أراهنك والحاضرين كلكم أعطي كله، مش هنخسر بعض عشان أم كلثوم. أنا سامح والله تستاهل أم كلثوم. أقول بالنسبة لحظة الأغنية اللي تقول فيها شرط المحبة تصون هوايا، عبد الحمولي لحنها لأبو العلا محمد أساسي غنيها، ومن ثم هي غنتها عبد الحمولي اللي سجلها. كلامك صح، هي بالأول غنت الأناشيد، ولكن يعني أول اسطوانة باعت سنة 24 شرط المحبة تصون هوايا. دكتور شو تخصصك؟ صابني فضول يعني. أنا الحقيقة أشوفك ملم بقوة في الأدب وفي الطماع. دكتور يعني كبير أستاذ كبير. الله يخليك. لا لكن هذول كلهم علي يعني ما أقدر أراعي يعني أنا هذا أستاذي. أي شهر تم التسجيل؟ في أي شهر؟ أي بتكلم على إيه؟ على اللي في سنة 24. لا ما أعرفش. هي أم كلثوم بتقول كان عملتها 24. ارجعوا لكتاب أم كلثوم وعصر من الفن. ما هو نحن لازم نعرف الشهر عشان نعمل احتفال مع الدكتور ونحيي بعد 100 سنة. إحنا في 24. لأي شهر ينفع بقى دلوقتي؟ خلاص 24، لأن 100 سنة خلاص. إذن مئوية تسجيل أول اسطوانة. إذن أنا الراوي وعلى ضمانتي 1 مارس انتهي على ذلك. خلاص دكتور في 1 مارس تم التسجيل أم في فبراير؟ لا جميل. لا أنت بتتكلم على أنت عمري في مارس. لا أنت عمري قدام الناس في مارس. لا أنا أتكلم عن أول أغنية. أي أول أغنية شرط المحبة تصون هوايا سنة 24 مش عارف أنا شهر اللي سجلها القصبجي عبد الحمولي. دي ترى نحن يالسين ما ورانا شيء. نتكلم على أراك عصير الدمع صحيح، بس دي سنة 26. دي أراك عصير الدمع زي ما حضرتك قلت فعلا سنة 26. ما أسمع. لا بالعكس يعني إذا في أي إضافات حابين تقدمونها أو هذا قبل ما نختم. مش حابين نختم أكيد، في الكثير ممكن يقال. قاعدين ولا مروحين؟ هذا هو السؤال. نبحث عن وجود المعالي الله يحفظه. ما دي وصل ولا بعده؟ بعده في الطريق. الله يحفظه. الله يعينه. طيب تفضل، بس المايك هني. كنان تفضل. بعد ما نبغي نتعب ونبيل ترى. ان شاء الله استاذ ناصر الله يحفظكم. طبعا سعدنا بهذه اللمسة الرائعة. أنا الدكتور محمد بخيت، مشتغل بالقانون بس لي هواية في الفن وفي الأدب. بما أن المؤلف هو الأستاذ الكبير محمد المر، أنا قبل كم يوم شفته، وكانت العادة يعني بما أن العرض
لكتاب ألفه الأستاذ الكبير محمد المر أن يكون موجود يعني، ونسعد به ونستمتع. ما هي الكواليس في عدم وجود الأستاذ محمد المر؟ هل هو نوع من التواضع؟ لا لا، هو ظرف طارئ حصل له يعني، وما قدر يوصلنا ميايم بوظبي الله يحفظه. خلاص. طيب السؤال الآخر، بما أن ولكن كل شيء موجود عند أستاذ ناصر رفيقة في الرحلة هذه. الأستاذين الكبيرين يعني موسوعة كبيرة يعني، وشرف كبير نسعد بهم ونسمعهم. تفضل. بس بمعلومات في الكتاب نفسه، أنا يعني اشتريت الكتاب وقاعد أشوفه طالع في الصور يعني، من ضمن اللي لفت نظري أن كله بالأبيض والأسود. طبعا في ذلك الوقت طبعا التقنيات كلها بالأبيض والأسود، لكن السؤال ألا ألم يفكر واضع الكتاب أو المساعدون فيه على وضع صور بالألوان؟ لأن احنا في عصر الألوان الآن. اثنين، هل هناك طبعة أخرى غير الطبعة اللي اقتناها الناس واشتريناها يعني؟ يعني وماذا يمكن أن يضاف إليها إذا كان هناك شيء؟ شكرا. شكرا استاذنا. بخصوص تلوين الصور، كان الاستاذ محمد المر يرى الصور كما هي حتى ننقل العصر كما كان، لا نحاول ان يعني نجمل او يعني نضيف شيء لم يكن موجودا. يعني الصور كانت بالابيض والاسود، وانت لما بتشوف الصوره والكتاب بالشكل ده يعني ده كان افضل حاجه، وانا اظن انه كان عنده حق كبير في المساله دي. اما طبعه اخرى يضاف ليها، والله الامر يرجع بقى للاستاذ، لكن حتى الان ما عنديش معلومه هل هيتم طبعه اخرى او لا، وهل هيتم اضافه حاجه ليها او لا. لكن اتخيل ان الاستاذ المر لانه في دماغه افكار لكتب اخرى مهمه جدا، يعني اتخيل يعني هو بينطلق اذا خلص الطبعه دي ممكن يعاد طبعه مره طبعه جديده، ولكن اضافات اخرى لانه مساله منهكه ومكلفه جدا جدا. يعني نحن حابين نختم مع أبو نبيل ويقولنا عن كتب الجديدة المقبلة إن شاء الله. الميكروفون أبو نبيل، ما عليك أمر الميكروفون. طبعا كتبي أنا لا تماثل هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب له خاصية ثانية. أنا يعني إلى الآن تقريبا كتبت أكثر من 14 كتاب، ولي كتب أرجو أن تصدر طباعة إن شاء الله إذا أمكن خلال الأوقات الجاية. منها كتاب كتبت عن الشيخ زايد رحمة الله عليه، كتبت عنه في الفترة اللي كان حاكم في العين، كان موجود في العين من سنة طبعا سنة 46 إلى سنة 76. كذلك من كتبي كشاكيل ملونة، هذه مقالات كنت أكتبها كل في رمضان من كل عام في جريدة الخليج طوال حوالي بين 10 إلى 11 سنة. هذه الكتب اللي الآن أنا وأرجو، وهناك كتاب آخر بكتبه عن دبي وتطور دبي وتأسيس دبي من سنة 1799 إلى هذا اليوم. سميت الكتاب هذا دبي الأولى. وطبعا أترقب طبعا أيضا بسبب مشاغلي الثاني، وهذا اللي يخليني أحيانا أتلكأ شوي في هاي الإصدارات، لأني أنا ما بس موضوع إصدار كتب، أيضا عندي أعمال ثانية. فهذه اللي وأرجو إن شاء الله أن أوفق في إصدار هذا الكتب، وأرجو أن أساهم هذه الكتب تساهم في نشر معلومة عن الإمارات وعن دبي بصفة خاصة. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ عبد الغفار حسين وأستاذ ناصر عراق، وشكرا جزيلا لوجودكم الجميل، ما قصرتوا. وباكر لا تنسون باكر في أمسية غنائية لأجمل ما غنت أم كلثوم إن شاء الله الساعة 7 في نفس المكان هني. شكرا لكم. في نفس القاعة. جميل إن شاء الله.
تصبحوا على خير. شكرا جزيلا، وانت مشكوره بنيتي على الله يحفظك. على انا اللي سعيده ومحظوظه. الله يخليك. انا لازم اتصور معك استاذ ناصر، ناخذ صوره.